يا أهلين ويا سهلين ويا مرحبا، وكيفكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا مرمر وهذه قناتي للأعمال الفنية والحرف اليدوية وإعادة أي منتج باقي في روح. اليوم الجزء الثالث للتحدي شانون جرين اللي تكلمت عنه قبل الفيديو هذا، قبل فيديوين، بس حبيت أصور لكم كذا من زاوية مختلفة من مكتبي. فرحانة مبسوطة بنباتاتي مع هالليتات الصغار، وأسوي نفسي دعاية. هذه قناتي، أتمنى تتابعونها. وأقول لكم الحين خطوات تحدي اليوم. راح نستخدم هنا، كنت أرسم فيديوهاتي معجبتني، بس ما أدري عن الناس اللي يشوفون بالمشاهدات. يعني العموم، هنا عندي مجموعة ستنسل، أحرف وأشكال هندسية، وعندي شوفوا، أنا عندي مجموعة كثيرة 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 هنا، زين، بس ما راح طبعا شوفوا إيش عرضه، ما راح أستخدم هذا كله، زين، راح أستخدم أشياء بسيطة من هذه مجموعة هذه، وراح أستخدم ثلاثة أو أربعة من هذه. هذه الخطوة الأولى اللي هو راح نستخدم الستنسل. الخطوة الثانية راح نستخدم أختام، أشكال كثيرة، زين، وقديمة عندي، قلت خلني أحللهم مرة واحدة. دائما أخاف عليهم، ما أدري ليش، من كثر خوفي عليهم صاير أخش أغراضي ما أستخدمهم، وهذا طبعا شيء غلط غلط غلط. المفروض الوحدة تشتري لها شيء خلاص تحلله. وطبعا الاستنسل راح نستخدم ألوان الختم، ألوان الختم حلوة هذه. الختم راح استخدم مع الالوان الملونه هذه، والستنسل نفس الشيء راح استخدم الالوان هذه. يا اهلا وسهلا مره ثانيه، اعيد لكم شغلات اللي راح استخدمها. عجبتني الميداليه هذه، عندي شوفوا هديه بصراحه من ولدي الصغير، زين، وقلت يا ربي أنا ماني صاحبة ميداليات ولا لي خلق، يعني وين، ما حبيت أكسر بخاطرة. فهذه كانت مجمعة عندي كثير، ولاحظت أنها مخرمة من هنا، فقلت هذه معناتها تتعلق، فطرت على بالي ميدالية المفاتيح، ولاحظت أنها يعني قوية، فاستانست على الهدية. الحين صار لا معنى، معناتها خلاص حبيتها، فرويتها ولدي الصغير وانبسط، حبيب قلبي. المهم هذه أحرف وأرقام، ما راح أستخدم مثل ما قلت، راح أستخدم الأشكال هذه. وعندنا الستنسلات هذه، هذا جديد، وهذه استخدمتها كثير لأني أحب الأشكال الهندسية، زين، والكبيرة. وعلى فكرة في عندي فيديو نزلت صلحته قبل والله ما أدري سنة سنتين، شلون صلحين ستنسل بالورق هذا على أشكال هندسية. الورق هذا قوي وممتاز وموجود في جرير، موجود يعني مجموعة، مو حبة حبة، والسعر زين، يعني السعر مو غالي، بس ما أذكر. والأختام هذه، أحب أي ختم على الكتاب، هذا قديم عندي بعد. وهذه أختام ألواني نفس الشيء، مزوم استخدمتهم مغبرين. وعشان التحدي راح أشيل الأغطية، والله يستر لا ينشفون، راح أجهزهم. راح نحسب الوقت ونقول بسم الله. كما قلت راح نستخدم أول شيء ستنسل،
احس انها صغيره فبحطها على جنب، راح اخذ الكبار. يعني ما في في تاثير بس تاثير مو قوي. او يمكن بعد التاثير مو من الالوان القديمه، بس عادي نجرب ونشوف. مش علقت على الستنسل، لا حد يطيح. لاحظت ان الستنسل صغير ما يبين. اوه هذه مليانة ولا طلع شيء. على العموم انبسط لما احلل الشغلة. يمكن ألواني منتهية، هي عندي طريقة حلوة راح أصلحها، بيروح الوقت علي راح أجيبها. هي الطريقة شلون أرش على الطاولة وأدمر الدنيا. طلعت الألوان. المفروض هنا ما راح استخدم كنتي تعب. ان شاء الله واضحة. هذه بخموية بعدين احط اللون. أو بجرب أبخ على نفس الألوان، راح أشوف. نغير الستنسل.
ما استخدمت ال الختام على أساس يعني الدورة الثانية. إيه ليش ما طبع؟ شكلي ما أعرف وين قدام منو. ما ضبطت هذه معي. راح أجرب. المفروض احط شيء خامج صغيرة بصراحة ما حبيتها. هذا اشكال السداسية. حلوين. أبي لون غامج. أوش. الأسود إذا باقي فيه. أنبسط لما ألعب بالألوان بهالطريقة. أحس ما عندي، ما في حدود، ما في قوانين. نعم، وإذا حطيت أزرق على أحمر على أخضر إيش بيصير يعني؟ وإذا خبصت الألوان إيش راح يصير أصلاً؟ مين اللي راح يوقفني أصلاً؟ بس ما أدري ليش نشعر بالخوف. نسيت وقت الساعة ولا أدري كم صار وقت. ما أدري ليش. هل يعني عشان لازم يطلع بيرفكت؟ يطلع اللي يطلع، يطلع اللي يطلع. باقي 4 دقايق ونص على الأختام. شوفوا الحين أنا دمرت هذه بالموية فما راح استخدمها يعني، فراح نجي قطع ورتب وركب. من شكل أكثر من ربع ساعة. باقي من الوقت 3 دقايق. شوفوا انا راح اخلص اذا ما حسبت حساب انه
احط يمين احط يسار احط، حتى ما غيرت الستان. بس راح اخذها، ما ابي اتوتر نفس ذاك اليوم. هزيت الطاولة، هزيت، جرب نحط نورته ولا حتى. قرب حاجة تانية. لا إله إلا الله. باقي دقيقة ونص. أنا ليش أسوي هالتحدي؟ استغفر الله، ما ودي أقول شيء. يلا بدينا فيه، لازم نكمله حتى لو طلع حلو عادي. صح، حتى لو طلع يهبل. كله ماشي. أنا ما غيرت حتى شو اسمه، شنو طلع الشغل كله نفس الشيء. غيرت، الله يصبحنا. باقي من الوقت، الله ايش حلت هذه، ايش حلت، ايش حلت. شوف باقي نص ساعه، نص دقيقه بس عادي. باقي 20 ثانية. ما شكلي بخلص ما شاء الله. ما شاء الله، كدت أن أنتهي. كلمة بنتي صغيرة، كدت أن أنتهي. طيب، تشكرات. شكرا 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 شكرا. أوه سوري، آسفة إني هزيتكم. آسفة إني هزيتكم. طيب كذا خلصنا، خلنا نشوف النهاية. والله عين، لازم نمسح هذول بالمناديل المبللة. هذه راح نغطيهم وخلنا نشوف شنو صار ويانا. طبعا في تفاصيل ما راح تبين، راح تبين على الكاميرا، بس تحدي حبيت اجربه وياكم. وراح نواصل بعد للجزء الرابع. اتمنى ان يحمسكم بصراحة تلعبون بالاوراق بالالوان. مو معقول أنا الوحيدة بالعالم اللي أحب الخرفشة هذه حقت الورق، وأحب الألوان ألعب فيها. أكيد معي ناس كثير. العموم كذا خلصنا وباي.